لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. يعني الفهم له أقواله بس مش كل الناس مدركاه. يعني الكلام حلو كتير بس قد إيه دخل دماغك؟ لا، ممكن تسمع وعظة وخلاص تاني يوم نسيتها. لكن من يدرك الفهم ويعيش به صار فهيما، صار حكيما، صار روحانيا. فللإدراك هنا استخدم كلمة أعمق شوية، مش المعرفة بس، في معرفة وفي إدراك. بالبلدي كده زي ما نقول في بلادنا إيه، ده حافظ مش فاهم. لا، إحنا عاوزينه حافظ وعاوزينه فاهم، لأنه لو حافظ مش فاهم هيجي في وقت مش هيتحرك صح. فإذا الكتاب ده مش بتاع حفظ بس، لازم تحفظ وتفهم، وبعد ما تفهم تعمل، وبعد ما تعمل تتعود على النظام الجديد، على الأسلوب الجديد، على السلوك الجديد. فيبقى الصدق طبعك، يبقى العفة طبعك، يبقى الصلاة طبعك، يبقى حب الخير طبعك. ابتدت بإيه؟ بمعرفة، ثم فهم، ثم سلوك، ثم طبع أو تعود. فبقيت ما بتعرفش تكذب، خلاص اتعودت، اتطبعت.